ta da ta da ta da ta da ta da, ta -da. بسم الله الرحمن الرحيم العربيه بين يديك سلسله في تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها كتاب الطالب الثاني الوحده الثانيه الدرس الرابع عشر استمع الى الحوار الحوار الانسان يحتاج الى الترويح الحمد لله على سلامتك يا ابراهيم شكرا لك انا بخير والحمد لله ماذا حدث لماذا انت هنا اغمي علي وانا في الشركه وعندما افقت وجدت نفسي هنا في المستشفى وما راي الطبيب فحصن الطبيب وقال لي انت بخير ما المشكله الامر عجيب جدا طلب مني الطبيب ان اغير اسلوب حياتي تغير اسلوب حياتك ماذا يقصد قال لي حياتك كلها عمل لا ترويح فيها يا له من امر عجيب صدق الطبيب فحياتي كلها عمل لا ترويح فيها وبما نصحك ان اقضي العطله في بلد جميل يا لها من نصيحه طيبه بسم الله الرحمن الرحيم العربيه بين يديك سلسله في تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها كتاب الطالب الثاني الوحده الثانيه الدرس الرابع عشر استمع الى الحوار الحوار الانسان يحتاج الى الترويح الحمد لله على سلامتك يا ابراهيم شكرا لك انا بخير والحمد لله ماذا حدث لماذا انت هنا اغمي علي وانا في الشركه وعندما افقت وجدت نفسي هنا في المستشفى وما راي الطبيب فحصن الطبيب وقال لي انت بخير ما المشكله الامر عجيب جدا طلب مني الطبيب ان اغير اسلوب حياتي. تغير اسلوب حياتك؟ ماذا يقصد؟ قال لي: حياتك كلها عمل لا ترويح فيها. يا له من امر عجيب. صدق الطبيب، فحياتي كلها عمل لا ترويح فيها. وبما نصحك؟ ان اقضي العطله في بلد جميل. يا لها من نصيحه طيبه. الوحدة الثانية الدرس السابع عشر فهم المسموع استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. السلام عليكم والحمد لله على السلامة يا سلمان وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضل يا أخي سمعت أنك وصلت من سوريا فحضرت لزيارتك جزاك الله خيرا كيف قضيت العطله في سوريا سوريا بلد جميل جدا كان الجو طيبا زرنا مدنا كثيره وقضينا اياما في الريف اراك سعيدا جدا نعم انا سعيد جدا فقد قابلت اخوه لي في الاسلام وعرفت مشكلاتهم وروحت عن نفسي ايضا ولذا عدت من السفر وانا سعيد وهل ستسافر في السنه القادمه ايضا نعم ساسافر الى ماليزيا ان شاء الله فهي بلد جميل واهله طيبون ساسافر معك الى ماليزيا ان شاء الله اهلا وسهلا اولا هذا حوار بين اخ واخيه ثانيا سافر سلمان الى ماليزيا ثالثا حضر الاخ لزياره سلمان رابعا سيسافر سلمان الى سوريا العام القادم خامسا يريد الاخ السفر مع اخيه في العام القادم الوحده الثانيه الدرس السابع عشر فهم المسموع استمع الى الحوار ثم ضع علامه صحيح او خطا ثم صحح الخطا السلام عليكم والحمد لله على السلامه يا سلمان وعليكم السلام اهلا وسهلا تفضل يا اخي سمعت انك وصلت من سوريا فحضرت لزيارتك جزاك الله خيرا كيف قضيت العطله في سوريا سوريا بلد جميل جدا كان الجو طيبا زرنا مدنا كثيره وقضينا اياما في الريف اراك سعيدا جدا نعم انا سعيد جدا فقد قابلت اخوه لي في الاسلام وعرفت مشكلاتهم وروحت عن نفسي ايضا ولذا عدت من السفر وانا سعيد وهل ستسافر في السنه القادمه ايضا نعم ساسافر الى ماليزيا ان شاء الله فهي بلد جميل واهله طيبون ساسافر معك الى ماليزيا ان شاء الله اهلا وسهلا اولا هذا حوار بين اخ واخيه ثانيا سافر سلمان الى ماليزيا ثالثا حضر الاخ لزياره سلمانه رابعا سيسافر سلمان الى سوريا العام القادم خامسا يريد الاخ السفر مع اخيه في العام القادم